إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا 13 للحقائق الأبكار ومن مسافة 2 كيلومترات. إذا متابعينا الأعزاء انطلقت هذه الحشود، انطلقت هذه الأسماء بحثا عن الناموس، بحثا عن الانتصار. على بركة الله تقدم مباشرة مع المركز الأول، أرى غدير مع المركز الأول ومع الصدارة بشعار عتيق بن فاران بن عتيق بن قريع من يتقدم مع المركز الأول، أو عفوا مذخورة سالم بن حمد بن مرسل بن فطيس يتقدم مع المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، أبعاد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن شعيل من يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث تصل في هذه اللحظات، تتقدم حور سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ المري. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحديات، تصل هوايل محمد بن شبيب بن محمد النعيمي يصل مع رابع الأسماء. المركز الخامس تصل في هذه اللحظات الضبي حمد بن زيد بن راشد آل بحيح المري. إذا متابعينا الأعزاء ها هي الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع سحابة مع المركز الأول عبد الله بن علي بن سويدان الغياثيني يتقدم مع المركز الغياثين يتقدم مع المركز الأول مع سحابة. المركز الثاني تصل هوايل محمد بن شبيب بن محمد النعيمي يصل على ثاني الأسماء. المركز الثالث تتقدم على ثالث الأسماء حور سالم بن ناصر بن سالم بن حفيظ يقدم لنا حور على ثالث الأسماء. المركز الرابع الظبي حمد بن زيد بن راشد آل بحيح المري يتقدم مع الظبي على رابع الأسماء. المركز الخامس أرى شعار بن شعيل يتقدم مع المركز الخامس، ولكن متابعينا الأعزاء أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة ما بين هوايل وما بين سحابة. الله يا سحابة، غيرت سحابة مع المركز الأول، غيرت مع الصدارة. ما شاء الله على هذا الأداء، ما شاء الله على هذا الإبداع. تتقدم سحابة بشعار عبد الله بن علي بن سويدان الغياثين يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع النصر والانتصار. الله يا سحابة، سحابة 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 مع الفوز مع النصر. سلام يا سحابة، سلام سلام لك يا عبد الله على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك سحابة عبد الله بن علي بن سويدان الغياثين على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هوايل محمد بن شبيب بن محمد النعيمي. المركز الثالث منيفة سعيد بن حمد بن جار الله بن جهويل. المركز الرابع، رابع الأسماء مكحولة سعيد بن أبجاد بن عبد الله بن خليفة الهاجري. المركز الخامس سما عبد الرحمن بن سعيد بن راشد المري. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لمالك سحابة صاحبة الرقم 1، ومن انتزعت الرقم 1 لمالكها عبد الله بن علي بن سويدان الغيثاني من انتزع هذا الشوط بكل جدارة بكل استحقاق. تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. إذا متابعينا الأعزاء شاهدنا سحابة من انتزعت هذا الشوط، وشكرا لك يا بن خزينة. التوقيت الزمني 2:54، 8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمالك سحابة عبد الله بن علي بن سويدان الغيثاني على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت هوايل محمد بن شبيب بن محمد الرمزان النعيمي 2:54، 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث وصلت منيفة سعيد بن حمد بن جار الله بن جهويل 2:55، 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.